اليوم قيم الأمان يلي عم نعيشها هي قيم آمن فيها أبطالنا وأقسموا عليها وعلى صونها وعلى صون أرض الوطن منذ تأسيس هذه المؤسسة بعام 1945 وحتى الآن. طبعا يا سلمى هذه العقيدة التي يحملها اليوم أبطالنا وبكل قداسة في الجيش العربي السوري ضمن أنظمة ومؤسسات تقوم بإعدادهم على قيم ومبادئ وتؤسس ضباط ومؤهلين على كافة الجاهزية ومدربين وجاهزين على صون أرض الوطن بكل قداسة. واليوم خلال لقاؤنا وفقراتنا وحلقتنا الخاصة بذكرى تأسيس الجيش العربي السوري سنكون مع مؤسسات وجهات تساهم بكل جهودها لإعداد أبطال قادرين على تحمل مسؤوليتهم بكل إيمان وقداسة. أيضا وضيوفنا اليوم ضمن الاستديو العميد الركن نعمان حسن خليل، نقول لك يسعد صباحك وكل عام وانت بألف خير. سيادة العميد بألف خير وقائدنا وجيشنا وشعبنا بألف خير. أهلا وسهلا فيك سيادة العميد المجاز نعمان حسن خليل من الأكاديمية العسكرية. أول شيء تحية لك وتحية لكل أبطالنا بالأكاديمية يلي هن مثل ما بنقول دائما عم ترتفوا الجيش بقوات جديدة على مر السنوات. خلينا نبلش، طبعا تحدثت بالبداية وقلت بأنه هذا الجيش له عقيدة راسخة. اليوم لما نتحدث عن هالمؤسسة عم بتحدث عن مؤسسة موجود فيها أبي أخي عمي ابن عمي، يعني هي مؤسسة مننا وفينا مثل ما بنقول أبطال الجيش العربي السوري. ومع هيك خلينا نتحدث ولو بجزء بسيط عن العقيدة وتأسيس الجيش العربي السوري من عام 1945 إلى الآن. بداية الرحمة لشهدائنا والشفاء للجرحى مثل ما قلتي، وتحية لقائدنا وجيشنا وشعبنا. أنا غريض كثير على العقيدة في جيوش العالم كله، ولكن أفضل ما أعطاه حقا للعقيدة القائد المفدى بشار الأسد بكتابه النوعي بممارس العسكري. فالعقيدة من أين تنتج العقيدة؟ من التربية. التربية سلسلة السيد الرئيس بلش من الوطن. الوطن عندما هذا المقاتل أو المرء يعيش في وطنه يتفاعل مع محيطه مع المجتمع مع الطبيعة تنتج لديه حب لهذا الوطن لتراب هذا الوطن. والوطن عبارة عن تراث ومشاعر وثقافة وحياة وهوية. ونتطرق إلى الوطني هي عبارة عن شعور معنوي ذاتي يشعر به المرء بحبه لوطنه وأرضه والاعتزاز ويفتخر بإنجازاته وتاريخه. فالعقيدة نتجت عن الوطن والوطني، من هون تم القائد المفدى السيد الرئيس بكتابه أخذ عن العقيدة. والقصة عبارة عن مجموعة من القيم والمبادئ، وأيضا عبارة عن مجموعة تتجلى بحب المقاتل لوطنه، وهي عبارة عن مجموعة من الصفات المعنوية النفسية مثل الصدق الجدي حب التعاون اليقظة، مجموعة من الصفات القتالية العالية للمقاتل وهي معرفته بسلاحه وصيانته وحسن استثماره حين تحين الساعة، أيضا مجموعة من الصفات الإرادية مثل الثبات الدقة الحسبية رباطة الجيش. هالصفات وهذه الخصال انصهرت في بوتقة واحدة في ذهن هذا وشخصية هذا المقاتل، لذلك رأينا ما لم نراه لا سابقا ولا نراه مستقبلا ما فعل هذا الجيش. صحيح. نتيجة تأسيس القائد المؤسس له واهتمام القائد المفدى في هذا الجيش الذي فعله خلال منذ تأسيسه حتى ما قبل منذ تأسيسه حتى هذه اللحظة والحروب 13-14 سنة الماضية لم يفعله أي جيش في العالم، وباعتراف الغرب أنه الجيش الأول في العالم. سيادة العميد خلينا نتوقف عند الأكاديمية العسكرية ونتذكر اليوم ونذكر على الهواء مباشرة أبرز مهام اليوم شو بتكون؟ هلأ الأكاديمية العسكرية العليا تعتبر أعلى هيئة تعليمية تدريبية علمية تعليمية تدريبية في الجمهورية العربية السورية. طبعا تخصص إكساب الضباط في مختلف اختصاصاتهم وإكسابهم المعارف والقدرات والمهارات المرتبطة بأحدث ما توصل إليه العلم العسكري في مجالات إعداد وتحضير وتنفيذ القوات للصراع المسلح. أيضا في علم مهم ثاني بالنسبة للمدنيين إكساب الكبار الموظفين في وزارات الدولة المعارف المرتبطة
مجال إعداد الدولة عن الدفاع بشكل عام ككل، والمرتبط بمتغيرات السياسة الدولية والإقليمية والانعكاسات على الأمن الوطني والقومي والإقليمي. إذا جينا لهدف الأكاديمية، أول شيء الأكاديمية تألف من 3 كليات: كلية الدفاع الوطني، أعلى مركز تأهيل لدراسة المرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي والأمن الوطني، كلية الحرب العليا أي القيادة والأركان العليا، تعتبر أعلى مركز تأهيل علمي عسكري وعلى المستوى العملياتي والاستراتيجي، وكلية القيادة والأركان أعلى مستوى تأهيل علمي عسكري أيضا على المستوى التكتيكي والتكتيكي العملياتي. مهمة أو الأهداف تقريبا عم ينطبقوا مع بعضهم بين المهام والأهداف: رفد القوات المسلحة بالكوادر القيادية المؤهلة لتحقيق الاستخدام الأمثل لقوى وسائط الصراع في مختلف مستويات فن الحرب اللي قلنا عنه، التكتيكي والعملياتي والاستراتيجي. كمان في عنا المساهمة بدور رئيسي ومحوري وفعال مع هيئات وشعب وإدارات وقيادات أنواع القوات المسلحة بوضع أفضل الأشكال والطرق والأساليب لخوض الحرب. عنا إيجاد الحلول المرتبطة ببناء وإعداد وتحضير القوات المسلحة لخوض الحرب. الهدف الأخير أو المهم الرابع تعتبر أيضا المساهمة برفد مؤسسات الدولة بالكوادر القيادية والإدارية عسكرية أم مدني، ضمن طبعا المجالات للتوظيف الأمثل للقدرات الدولة الشاملة للدفاع عنها، وبالتالي مجابهة التحديات والتهديدات المنتظرة وتعزيز الأمن الوطني. سيادة العميد، يعني على مدى سنوات الحرب اللي مرت كنا عم نشوف حكايات وقصص من أبطالنا بالجيش العربي السوري، مثل ما بيقولوا هيك حفرت بذاكرة السوريين اليوم، تصف بكل بساطة مدى انتماء هذا الجيش للوطن، مدى رساخة هذه القيم من الانتماء وغيرها والتضحية والفداء في أبناء الوطن. خلينا نحكي عن اليوم تقوية الإيمان. اليوم بيقولوا شو بيتعلم الجندي لحتى يطلع بهالصلابة وبهالقوة اللي عم نشوفها واللي شفناها خلال هاي 13 سنة؟ الانتماء في الجيش العربي السوري أنا بظن غير أي انتماء في أي جيش في العالم، وإلا لما صمد هذا الصمود. صحيح. منذ نشأة هذا الجيش العظيم، طبعا نشأ الجيش كان بدايته قبل 45، منذ الثورة السورية ضد أسمانية 16، ومن ثم الثورة السورية كمان الثاني، بلش هذا الجيش بعدد ضئيل. بال 45 أيام الاحتلال الفرنسي تم هذا الجيش يعني عدة وعدد قليلة، ولكن على مر السنوات الطويلة تم تحديث هذا الجيش على دور القائد المؤسس، يعني من 70 وما وراء هون صف الجيش العربي السوري له كلمة تقال وأثبت جدارته بالميدان نتيجة حروب المريض، ما في داعي لذكرها. الانتماء هذا الجيش ارتكز في بدايته على القيم إنسانية ومبادئ أخلاقية سامية، تجلت أو انحصرت أهمها بالانتماء القومي والوطني والقومي، يعني وطني من لما تشكلوا اعتبروا جيش أمي وطنيا وقوميا، أي كل الحروب التي خاضها نلاحظ بأنها تؤكد على التزامه تجاه قضايا أمته وعلى رأسها قضية فلسطين. الانتماء الإيديولوجي العقائد الراسخ، السمة الأساسية لهذا الجيش هذا الانتماء العقائدي الراسخ، اعتبر عن جيش قومي عقائدي التزم بقضايا أمته وبما يعني بما يحمل كل ذلك من الانتماء، صدق الانتماء وعشقه للوطن والاستعداد التضحية في سبيله. فملاحظوا نحن أنه وطنيا صفى يعتبر انتماء وسلوكا أخذ، وقوميا فداء وتضحية، وعن هذا عن الدول العربية ككل، يعني مو بس عن دولة واحدة. كمان ارتباطه الوثيق بالجماهير، لأنه هذا الجيش من وين طلع؟ من صفوف الجماهير، لذلك أخذ علاقة الدفاع عن مصالحها وعن قضاياها. كمان ببدايته تحلى بمبادئ أخلاقية وقيم إنسانية أصيلة، هي بطبيعة الحال شعبنا ولأمتنا العربية. وأخذ شعاره، شعار الجيش عنا شو؟ وطن شرف أخلاص. الثلاث كلمات انحفروا حفر في ذهن وعروق ودم وشخصية أي مقاتل سوري، لذلك ترجم هذا الفعل ترجمه لشو؟ لممارسات وسلوكيات، ممارسة وسلوكيات بين أفراد المقاتلين بعضهم البعض،
وإلى أفعال قتالي وبطولي نحو الهدف الأسمى اللي هي حماية الوطن ووحدته وسلامة أراضيه. سيادة العميد، من تأسيس الجيش العربي السوري عام 1945 تم الارتكاز على عقيدة هي المؤسسة اللي ارتكزوا عليها أبطال الجيش العربي السوري، خلينا نتذكر بعضنا العقيدة. حكينا عن العقيدة أنه على الصفات، أنه نجت عن تربية المقاتلين وعن الوطن والوطني، مثل ما عرف السيد القائد المفدى الرئيس بكتاب النوعي في الممارسة العسكري، واستخلص من العقيدة قلنا هي عن مجموعة من القيم والمبادئ التي ترسخت في ذهن المقاتلين، وعبارة عن مجموعة من الصفات قلنا القتال المعنوي النفسي والقتالي العالي والإرادي. فهذه العقيدة انصهرت في بوتقة واحدة بهذا المقاتل وتجلت عن طريق أفعاله، مثل ما قلنا ترجمة الأفعال وممارسات وسلوكية. سيادة العميد، حضرتك كنت عم تحكي قبل شوية عن الأكاديمية وأقسامها. اليوم كثير من أبنائنا أصبحوا يتجهوا إلى الأكاديمية العسكرية لحتى يكونوا موجودين ضمن الصفوف. خلينا نميز، اليوم نعرف في جزء بيلتحق بعد مرحلة تعليمية معينة، والبعض يتطوع بعد مراحل لاحقة، ممكن يكون معه شهادة ويتطوع. خلينا نميز ونحكي اليوم عن قوام الجيش العربي السوري بين المتطوعين وبين اللي بيروحوا بعد مراحل تعليمية. من أي مرحلة أنا بقدر ألتحق بالأكاديمية؟ وايضا الفرق بيناتهم. هلا نحن عندنا في الخدمه الالزامي وفي المتطوعين. الالزامي كافراد والمتطوعين كصف ضباط، والمتطوعين في الكليات سواء الحربي او الجوي او البحري كطلاب ضباط بيمارس فيها 3 سنين، او الاكاديمي العسكري العليا الهندسي العسكري بيضل فيها الضابط الطالب 5 سنين، بيختص باختصاصات خاصه بالهندسي بما يخدم مصالح الجيش او فئاته. فالأكاديمية العسكرية العليا عندنا على مستوى قلنا التكتيكي بده بعد ما يخلص الضابط من ويتخرج من الكليات الثلاثة اللي أنفت الذكر اللي حكيناها، بيخضع لدورات في سواء كان حسب اختصاصه قائد كتيبة أو قائد سرب أو مهندس سرب. بعد ما يخلص طبعا برتب كل ما عم يتقدم، بيخضع لفحص، بيجي على الأكاديمية العسكرية العليا على مستوى التكتيكي بيعمل دورة الركن، اجتازة بعد سنتين ثلاثة وفي نسب معينة وبرتب معين بيلتحق بكلية القيادة وأركان العليا على المستوى العمليات. يعني هيك على مستوى تشكيل معين العمليات أعلى، وبالنصف الثاني من السنة اللي عم يدرس فيها قيادة وأركان عليا يتأهل إلى المستوى الاستراتيجي على مستوى الدولة ككل، على مستوى الجحافل والتشكيلات وعلى مستوى الجيوش. هذه المراحل اللي بيمر فيها عنا بالأكاديمية العسكرية العليا. ولكن اليوم سيادة العميد، كثير من الأشخاص يلي بدهم يتطوعوا في كثير استفسارات ممكن حول الموضوع، أنه أنا إنه أحسن لي إن كان معي شهادة، ولا أنا مثلا أجل على دراستي وأتطوع هلأ قبل، أو بفترة الاحتفاظ أني أنا أترك فترة الاحتفاظ وأتطوع أحسن. هاي بتعود للإنسان نفسه. أنا في عالم بتحب الجيش تغير فورا، ولا نحن أخذنا إحنا ربينا على حبنا للجيش والوطن والأرض. طبعا هذه مين زرع؟ القائد المؤسس هو زرع الأمر بنفوس الشعب، وهو اللي أسس هذا الجيش على هذه العقيدة. ومن ثم تحقيق النجاح صعب، ولكن الأصعب أنه نحافظ على النجاح الاستمرارية. القائد المفدى حافظ على هذا النجاح طبعا دي يعني بي بي بحكمة وشجاعة لا مثيل لها. ما عم بحكي لأنه رئيسي، لا، هذا حكي إياه من الدول الثانية. يعني لا تفكر العدو لما ما بيحكي بالمدح للسيد، لا بيحكي. فحسب رغبته له، في عالم بتحب تدرس ثم ثم تطوع بالجيش، في عالم بتحب فورا تتطوع. فنحن على جميع الأحوال لا تشوف العالم شوي نتيجة الأزمة كذا، شوي نتيجة الأمور الحياة الصعبة الحصار الاقتصادي، يعني ما ضل عنده هن غير الأسلوب الأخير أو الورقة هي الأخيرة الحصار. يعني مثل بيقولوا عض الأصابع، اللي بيصبر هو اللي بيربح. صحيح. وسوريا خرجت طبعا. سوريا لما قال قائد المؤسس، سوريا هذه إن أرادت لا تخاف ولا ترهب، إن أرادت هي التي تخوف وهي التي ترهب. ومن بعده قال هذا مو من فراغ. ولما قال قائد المفدى سوريا الله حاميها كمان، مو على بس. تماما. مستند على أسس، على قواعد، على أرض صلبة. وبجيش عقائدي قومي بعثي وشعب ايضا، لولا صمود القائد المفدى ومن ثم الجيش والشعب على صموده افضل، كان هو السبب اللي خلى الجيش والشعب يصمد. دائما نعرف عن القائد لما
بالمعركة أي معركة أو شيء بقتل أو شيء أو بيستشهد الأفراد ما كثير بقى بيصيروا بيصير خلق بلبلة أو شيء، أما بصمود القائد بيصمد الشعب والجيش. ففعلا بتحب تروح على الكلية، هذا بده يصير طيار، هذا حسب رغبته. هلا أنا بذكر بصف الرابع بعرف بده يصير طيار، مش ما بعرف بس صرت الحمد لله من صغرة صرت إيه بالصف الرابع يعني قدرة صغير اسمع صوت طيارة شيء شدي إلها بس والحمد لله حققتها. كمان في إلها مواصفات يعني اليوم طبعًا. كثير مواصفات جسدية وأيضا طبعا هلا الضابط مثلا طيار عنا كثير بيحلموا يكونوا طيارين بس مو الكل بيحقق هي الشروط جسديا صحيح؟ حتى الضابط مثلا لازم يكون غير الموظف او لازم يكون كشخصية مثلا حكى عنه القائد المفدى يعني القائد المفدى الله يطول عمره ما خلى شيء ما حكى مثل والده ما خلى شيء ما حكى بأي اتجاه مناحي الحياة لما اجى دار بالدورة 36 قائد واركان حكى الضابط مو بس لازم يكون شخصي لازم يكون رياضي لازم يكون عنده معرفة لازم يكون ملم بكل شيء يعني وشفنا كثير من ضباط طبعا كثير من ضباطنا ايضا هن كتاب ولهم كتاب شعراء كتاب مؤلفين لكن. يعني في اسماء كثيره مثل يعني مثل ما تفضلي قلت لك انا ضابط بدنا صرنا عم ندور على النوعي نوع التمرين هلا ضباطنا 90% نوعيين عم بحكي هذا انا عن معرفي صبي مش جيش هذا معارفي منيح ففعلا نوعيين والدورات على فكره عم تجرى عنا بالاكاديمي والله وليس للمجو والله لا يوجد لها مثيل في العالم طبعا الضابط بجوز في عالم بينزعجوا انا مدرب ورئيس جناح بينزعجوا مني انه يا اخي في ضغط انا بعرف في ضغط ايش طالبك يقول لهم عليه ضغط طبعا وهون عنده مسؤوليه وبيته واولاده بعرف بس هذا الضغط هو اللي عم يولد الضابط النوعي وهذا الضغط بينتج عنه صمود وانتماء اكثر واخلاص لولا التربية والانتماء والعقيدين ما بيصمد لهلا ضابط بهالمستوى ما بيصمد لهلا فمعلش لو ضغطنا انه احنا واصلين انه بيتحمل مثل هالجيش مو 13 اي جيش في العالم حارب 14 سنه ولساته على اهبه الاستعداد والله قادر يحارب 10 سنين العقيدي والانتماء تحدثوا كثيرا عن هذا الجيل الجديد وقالوا انه يمكن هذا الجيل ما يقدر يعطي او ينتج ويصمد بوجه كثير من الحروب اللي مرت على سوريا بالاخص الحرب الثقافيه وايضا الحرب العسكريه ولكن شفنا أبطالنا بالجيش العربي السوري بهال 13 سنة الشباب قدروا يكونوا أقوياء جدا بالميدان وأيضا من خرج منهم وكان جريح استمر وقدم أيضا بالعلم استمروا إن كان اللي ما كان مكمل دراسة كمل وشفنا في منهم الآن دخلوا للجامعات وأيضا أحرزوا تقدم أدي كسر هذا الجيش كل الأكاذيب والقصص التي تحدثت أنه هذا جيل صغير ما هو مثل الجيل القديم ما شاف حروب ما شاف شيء ما رح يقدر يواجه طيب قال أحد الخلفاء أو أحد الحكماء علموا أولادكم غير ما تعلمت فأنهم خلقوا للجيل غير جيلكم بس في أمور القيم والمبادئ هاي ما فينا نتخلى عنها يعني مكارم الأخلاق بالأحرى شو هي مكارم الأخلاق فينا نتخلى عنها ما فينا لذلك لما السيد الرئيس نوع التربية هي اللي بتعطيكي بتخليكي وطني بتخليكي وطني بتخليكي عندك عقيدة لذلك لحب أرض هذا الوطن والدفاع عنه وصف الأرض بالعرض فهذه القيم ما بقول واحد ينهان عرضه قدامه صحيح. لو كلفته مو بس حياته وحياة أخرى وثالثة ورابعة وخامسة إذا بيعيش أكثر من حياة ناهيك أنه هذا الجيل مثل ما بيتربى صح هلا هو الجيل بيعرفه كله ولكن هاي أنا برأيي كل بيت ينطلق منه أولاده المدرسة وزارة التربية تهتم بالأمور هاي كلنا المجتمع بعضه متساعد لنخرج نحن مو مثل آبائنا وآبائنا مو مثل أجدادنا بس لا أنا هالقيم والمبادئ أنا واثق من الطلب ما رح تخلى عنا شعبنا لأنه متجذر معه بالجزر وخاصة أمتنا العربية وبالأخص الشعب السوري تماماً وخصوصاً هذا الجيل شهد وكان شاهد على المعارك على أرض الواقع شاف بعينه شاف كثير من الأهالي شاف كثير من الحروب شاف كثير من القصص اللي عم تصير على أرض الواقع فيمكن
ترسخ الانتماء بدمه بدون تعليم من حدا، هو من حاله صار. شفنا كثير شباب بدون ما حدا يطلب منهم، بدون ما يكون عندهم خدمة إلزامية، راحوا نزلوا على أرض المعركة واستشهدوا. في منهم جرحى وفي منهم من حالهم بدون ما حدا يطلب منهم قدم روحه. إذن هي عم بحكي عنه. بعدين لقلك أن كل واحد يبلش من بيته. أنا عندي ابن وحيد، شو بدك يا ابن زهير؟ بده يروح على الجيش. وليك هلا ضابط نقيب، علما يعني انه هو معفى، واحد معفى من الجيش، بس بده يروح عم يشوف ابوه عم يتعب، عم يدافع عن بلده، عم يشوف. هاي اللي عم بحكي عنه، هي هو عليه سيدر بالتربيه. قوام جيشنا مثل ما قلت، والقائد المؤسس عمل على انه يكون قوام الجيش من الشعب السوري نفسه. نعم. فبالتالي هو اخذ من هي الاسره صفاته وعمله. اليوم الحديث معك جدا ممتع، ونتمنى هيك مثل ما قلت بالبداية كل الخير دائما لجيشنا العربي السوري بكل مؤسساته. كلمة اليوم تحب تتوجه فيها لرفاق الدرب، رفاق السلاح، وأيضا رفاق العمل. هو بس للرفاق، بدي للمتخاذلين ولكل الشباب اليوم. بداية ونهاية ترحم على الشهداء، وخاصة روح القائد المؤسس لهذا الجيش. طبعا مثل ما قال القائد مفدى، كمان دم الشهداء واجساد الجرحى ليس بالمجان، لها ثمن، ثمن الصمود. الصمود شو ولد؟ الانتصار. صح؟ هي حقيقه عم نحكي، واقع عم نعيشه. بس بدي اقول لهالمتخاذلين من عرب واجانب، انه لما استهدفوا سوريا كان مقتلهم كانت مقبره لهم، وخسئتم مثل ما قال القائد المؤسس لنا طريق. رح نتابع وراء خلف قيادة القائد المفدى بشار الأسد على طريق العزة والكرامة، لتبقى راية الوطن خفاقة، ونحو استمرار على طريق النضال المشرف لأجل علياء الوطن وسموه. ونقول لهم خسئتم وأخطأتم واندحرتم وستندحرون كما اندحر سابقيكم، طبعا بحكمة وشجاعة القائد المفدى السيد بشار الأسد وبصموده. لولا صموده لا صمام صمد الجيش والشعب من وراءه. كل عام وانتم بألف خير، وتحية لقائدنا وشعبنا. وانت بألف خير. كل عام وانت بألف خير سيادة العميد. شكرا لكم على هذا الحديث الممتع. شكرا. شكرا لك. شكرا انك كنت اليوم عم تشاركنا بهذا اليوم المميز. هذا واجب على كل مقاتل. شكرا.